السابعة مساء بتوقيت العاصمة أنجمينا، يسعدني أن أصطحبكم في عرض النشرة الرئيسية لهذا المساء. أهلا وسهلا بكم. يواصل فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو جولته بشمال البلاد، حيث وصل صباح اليوم إلى أمجرس عاصمة إقليم إنيدي شرق. رشاد طه وتفاصيل هذه الزيارة. بعد 6 أيام من إقامته بمدينة فايا عاصمة إقليم باركو بهدف توجيه المسؤولين الإداريين والعسكريين والشيوخ التقليديين للعمل من أجل حماية المواطنين وممتلكاتهم، وصل فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو صباح هذا السبت مدينة أمجرس عاصمة إقليم إنيدي شرق، المحطة الثانية من زيارة فخامة رئيس الجمهورية للمناطق الشمالية. هذا وكان في استقبال فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو لدى وصوله مطار أمجرس حاكم إقليم إنيدي شرق حسن جروبو والمسؤولين الإداريين والعسكريين والشيوخ التقليديين وجمع من المواطنين الذين خرجوا لاستقبال فخامة رئيس الجمهورية وما أن صافح مستقبله من عسكريين ومدنيين. توجه فخامة رئيس الجمهورية والوفد المرافق له إلى مقر إقامته بمدينة أمجرس، ويرافق فخامة رئيس الجمهورية وفد رفيع المستوى يضم مستشارين مدنيين وعسكريين. وتصب زيارة فخامة رئيس الجمهورية لهذه المناطق في جهوده المبذولة لتأمين المناطق الحدودية مع مختلف الدول المجاورة.